مرحب مرحب يا أبطال، أهلا أهلا كيف الحال؟ دخلت المدرسة كأي طالبة صف أول ابتدائي. أحببت صديقاتي ومعلمتي وفصلي. في عز شغالنا الحروف والأرقام والرسوم والقرآن، وبدون سابق إنذار تم تعليق الدراسة، ولكنها لم تنتهي الحكاية. بدأت حكاية نجمة تظل محفوظة بالذاكرة. بدأناها بحماس لتجربة جديدة، ونحن جين التقنية، جين الرؤية، جين 32. صوت معلمتي أشاهد صور صديقاتي عبر الشاشة. أفتح كتابي وأنا بين أحضان والدي وبين إخوتي، تجربة مثيرة ومتميزة. يزيد الشوق لمدرستي، زميلاتي، معلماتي، سبورتي وكراسة. إنها لم تنتهي الحكاية، غدا سنلتقي. غدا سنسمع صوت عصافير الصباح سويا. غدا سنسمع صوت الجرس سويا، ربما بمرحلة جديدة. ولكنها لم تنتهي الحكاية، تلك هي البداية. غدا سنكبر وسوف نلبس قبعة التخرج في الرجال. ذكر أول سنة كيف كانت؟ تعلمنا منها إلى أين وصلنا بإذن الله. لم تنتهي الحكاية، تلك هي البداية. غدا سوف نصبح في الرجال إن شاء الله. عطاؤنا بهمة وبذلنا مسدد، وخيرنا